معاكم دلوقتي لفقرة السوشيال ميديا، وهنبتديها معاكم النهارده بعلي غزال لاعب المنتخب الوطني الأول، واللي نشر صورة على تويتر مع مراته وبنته أثناء أجازتهم في أسوان. كمان أحمد المحمدي المحترف في أستون فيلا الإنجليزي نشر صور على تويتر من مباراة فريقه قصاد بيرمنغهام في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، واللي انتهى بفوز أستون فيلا 4-2، وكتب إنه فوز رائع امبارح. كمان علي فرج لاعب الاسكواش نشر صورة ليه على تويتر مع مراته نور الطيب لاعبة الاسكواش من بطولة هونج كونج، واللي أحرز فيها المركز الثاني، وكتب نهائيات بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش أسبوع جيد آخر، تعلمت منه الكثير، أتطلع بالفعل للبطولة القادمة والتي ستبدأ في 3 ديسمبر في مصر. كمان نشرت صفحة شركة Presentation Sports على الانستغرام صورة للطفل المريض مصطفى، واللي شارك في مباراة الاتحاد مع طلائع الجيش بلعب ركلة البداية، وكتبت رجل مباراة الاتحاد والجيش. كمان نروح دلوقتي للنجم الأرجنتيني لينيل ميسي لاعب برشلونة، واللي نشر على صفحته على الانستغرام فيديو طريف لابنه. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني. كمان نشرت الصفحة الرسمية لنادي إشبيلية الأسباني على تويتر صورة لجدول ترتيب الليغا، وكتبت مرة أخرى نتصدر ترتيب الليغا برغم الإصابات التي تلاحق المجموعة، فهي لا تتوقف عن بذل أقصى الجهود، ونريد اليوم أن نشكر أنصارنا الذين أزاروا الفريق وكانوا رائعين كما عودونا على ذلك، سنتابع العمل لأن الطريق لازال طويل. كمان احتفل الأرجنتيني إيريك لاميلا لاعب توتنهام بالعيد أو بعيد ميلاد الأول لابنه، ونشر صورة معاه على إنستغرام، وكتب عيد ميلاد سعيد، شكرا على جعلي سعيد جدا كل يوم. كمان احتفلت الصفحة الرسمية لنادي أرسنال الإنجليزي على تويتر بعيد ميلاد داني وولبك لاعب الفريق، ونشرت صورة ليه وكتبت نتمنى ليك عيد ميلاد سعيد جدا كما نتمنى ليك الأفضل دايما في تعافيك. كمان كتب الكسندر لاكازيت لاعب الجانرز على تويتر بعد الفوز امبارح على بورنموث 2-1 في الدوري الانجليزي، احسنتم 3 نقط اخرى. نشر كمان هنريك مختريان لاعب ارسنال الانجليزي صور من المباراه على تويتر، وكتب كانت معركه صعبه ولكننا بالتاكيد كنا نريد الفوز. نشر كمان هكتور بيرلين لاعب الجانرز صوره لي على تويتر من المباراه، وكتب طائرتنا هبطت بسلام بالثلاث نقاط. كمان نشر انطونيو ريجر لاعب تشيلسي على تويتر صورة من مباراة توتنهام واللي انتهت بهزيمة البلوز، وعلق على الخسارة ليلة محبطة لأعذار، استحقنا أو كنا نستحق هذه الهزيمة، يجب أن نعمل بجد لعدم تكرار هذا، شكرا على دعمكم. بول بوجبا كمان لاعب مانشستر يونايتد نشر صورة ليه على تويتر، وكتب لا تستسلم أبدا. كمان إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة نشر صورة مع رافينيا بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في مباراة أتلتيكو مدريد، وكتب كن قويا يا صديقي، متأكد إنك هترجع وهتظهر شخصيتك وشجاعتك عشان ترجع قريب جدا. كمان حرص الكرواتي ماريو ماندركيتش على تهنئة منتخب كرواتيا للتنس بالفوز بجائزة ديفيس، ونشر على تويتر صورة للمنتخب وكتب للتاريخ برافو يا رجالة، لقد انتهت سنة رياضية رائعة بأفضل طريقة ممكنة. كمان نشر لوكا مودريتش على انستغرام صوره منتخب التنس، واحنا قلناها خلاص لو شفتوها معانا.